عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، كان لكما موعد خلال الأسبوعين الماضيين مع درسين هامين من دروس اللغة العربية، يتعلق الأمر بأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. ومن خلال ما اكتسبتموه من معلومات ومن قواعد ضابطة لهاتين الظاهرتين اللغويتين، سنكتشف اليوم كيف نطبق هاتين الظاهرتين، كيف نتعامل معهما في سياقات تعبيرية مختلفة. إذن علمتم أن حصة اليوم هي حصة تطبيقية. موعدنا اليوم مع تطبيقات حول درسي أسماء الإشارة والاسم الموصول. تعلم عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أنه لا يكفي دراسة القواعد في حد ذاتها والاحتفاظ بها محفوظة، بل لا بد من معرفة وظائفها وكيفية توظيفها في صيغ تعبيرية مختلفة. هذه هي الغاية المنشودة من هذه الحصة التطبيقية. سنحاول جماعة أن نطبق مجمل القواعد التي اكتسبناها خلال الأسبوعين الماضيين. سنبدأ الانطلاقة من هذا النص الذي أقترحه عليكم. الشباب في أي دولة هم الذين يشكلون أمل الأمة وسعادة المجتمع، ولذلك لا بد أن يمتلك هؤلاء الشباب قوة التحمل والمهارة اللتين تمكنانه من القيام بواجباته دون الشعور بملل أو تعب زائد، بل من الواجب أن يتبقى لديه قدر احتياطي من هذه القوة لمواجهة ما قد يستجد من طوارئ. لذلك وجب زيادة الاهتمام والعناية بتربية الأجيال الجديدة من الشباب صحيا وبدنيا وروحيا، خصوصا في الدول التي تنشد التقدم والنمو والازدهار. سيكون هذا النص هو منطلقنا للتطبيق على الظاهرتين اللغويتين اللتين سبق أن أشرت إليهما في بداية هذه الحصة. قليلا من تأمل هذا النص ولنوعية تراكيبه والألفاظ اللغوية والعبارات التي تشكله قبل أن نشرع في عملية التطبيق. تعلم عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن التطبيق على أن حصة التطبيق لا نكتفي فيها بقواعد اللغة فقط، رغم أنها تشكل العمود الفقري لحصة اللغة العربية، ولكن أيضا نحن مطالبون باستثمار مكتسباتنا على مستوى القراءة والفهم والأساليب التي ربما نستحضرها في مجمل الحصص مع أساتذتنا داخل ضمن مكونات النصوص القرائية أو التعبير. إذن نبدأ على بركة الله التعامل مع هذه الأنشطة التطبيقية المقترحة. من خلال قراءتنا لهذا النص، لا شك أنك اكتشفت أن الغالب والمهيمن على مصطلحاته ومفرداته ينتمي إلى مجال معين، وهو المجال الذي نحن بصدده الآن. فما هو مجال هذا النص؟ ما هو المجال هذا النص؟ نرى هنا الشباب في أي دولة هم يشكلون أمل الأمة وسعادة المجتمع. إذن فالأمر يتعلق بقضية ترتبط بالساكنة وبالناس، ولذلك لا بد أن يمتلك هؤلاء الشباب قوة التحمل للقيام بمختلف المهام المنوطة به. إذن من خلال أغلبية العبارات والألفاظ والتراكيب نحدد مجال النص. إذن واضح أن مجال النص هو المجال السكاني. تحديد المجال، عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، مهم جدا، يعتمد على تركيزك وبصيرتك في نوعية الألفاظ والتراكيب المهيمنة على نسيج النص ككل. فإذا لاحظت أن أغلب الألفاظ والعبارات تهم الشأن العام أو المرفق الذي يشتغل فيه الناس داخل المجتمع أو الذي يرتفقون إليه في حياتهم اليومية، فاعلم أن الأمر يتعلق بمجال سكاني مثل البيئة أو السلامة الطرقية إلى غير ذلك.
ونفس الشيء كما رأيت في المجال الاجتماعي، إذا لاحظت أن الأمر يتعلق بقضايا اجتماعية معينة من خلال نوعية ألفاظ معينة وتراكيب محددة، فاعلم أن الأمر يتعلق بالمجال الاجتماعي. إذن تحديد مجال النص مهم جدا. ننتقل إلى شرح اشرحي أو اشرح واشرحي العبارات التالية حسب سياق النص. تعلمون أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات أن الشرح فيه أنواع متعددة، هناك الشرح بالسياق، وهناك الشرح بالمرادف، وهناك الشرح بالضد. المطلوب منا خلال هذه الحصة الشرح حسب سياق النص، بمعنى حسب المعنى الذي يقصده الكاتب داخل سياق النص. لدينا كلمات قوة التحمل الطوارئ تنشد. لتحديد معاني هذه الكلمات علينا أن نعود إلى التراكيب التي تتضمنها. أين توجد قوة التحمل؟ نجدها مثلا في السطر الثاني، فنحن مطالبون بقراءة الجملة كاملة، ولذلك لا بد أن يمتلك هؤلاء الشباب قوة التحمل. ما المقصود بقوة التحمل؟ إنسان له قوة للتحمل، أي له إرادة قوية وعزيمة تمكنه من تحمل الصعاب ومواجهة المشاكل. إذن قوة التحمل نقول الإرادة القوية والعزيمة. الطوارئ، نبحث في النص دائما الاشتغال مع النص. في أسئلة الفهم والقراءة نتعامل مع النص، مع توظيف طبعا بعض الأفكار التي سبق أن ناقشناها مع أساتذتنا في الحصص الدراسية. أين توجد كلمة طوارئ؟ أبحث عنها فأجدها مثلا هنا، أجدها هنا. فماذا أفعل؟ منهجيا علي أن أقرأ بداية الجملة. لماذا الاهتمام أو لماذا يطالب هذا الشباب بأن تبقى لدي أن يبقى لديه قدر احتياطي من هذه القوة؟ كي يتمكن من مواجهة ما قد يستجد من طوارئ. الطوارئ المقصود بها هي الظروف الطارئة، بعبارة أخرى الظروف التي لا ندري متى ستحصل، لا ندري متى ستحصل. الطوارئ المقصود بها، نكتب هنا الظروف غير المتحكم في حصولها. ننتقل إلى العبارة التالية، تنشد. تنشد، فأبحث في النص أين توجد هذه العبارة، مثل ما فعلنا في العبارتين السابقتين، خصوصا في الدول التي تنشد التقدم. تنشد التقدم بمعنى تتطلع إلى التقدم، تطمح إليه. إذن تنشد التقدم تتطلع إليه أو تطمح إليه وتتطلع إلى تحقيقه. وبذلك نكون قد أنهينا سؤال أو إنجاز سؤالي الشرحي السياقي. لماذا يجب الاهتمام بالشباب؟ أنا مطالب بالعودة إلى النص، ربما سأجد الجواب. يجب الاهتمام بالشباب لماذا؟ أين سأجد الجواب؟ لأنه هو أمل الأمة في أي دولة، فالشباب هم أمل الأمة وسعادة المجتمع. لأن الشباب أو لأنه سأقول مثلا لأنه يشكل أمل الأمة، عفوا أمل الأمة وسعادتها وسعادتها. إذن واضح أننا تعرفنا جميعا على القضية التي يناقشها هذا النص. نحاول أن نقترح عنوانا آخر مناسبا للنص. ولا شك أنك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة تعرفت أن من سمات العناوين أن تكون مختصرة، أي مركزة،
هو العنوان الذي تقترحه للنص مثلا؟ أهم أو العناية بالشباب، هذا عنوان مقترح ويمكن لأي واحد منكم أي تلميذ أي تلميذة أن يقترح عنوانا شريطة أن يكون مناسبا لسياق النص. ننتقل الآن أعزائي التلاميذ إلى الجانب التطبيقي اللغوي. اضبطي بالشكل التام ما تحته خط في النص. لا شك أنكم لاحظتم أن هناك كلمات تحتها خطوط باللون الأحمر، نحن مطالبون بضبطها بالشكل التام. على مستوى المنهجية لا يمكننا أن نشكل كلمة دون العودة إلى نوعية التركيب الذي وردت فيه. مثلا الشباب، لاحظ أن هذه الكلمة جاءت في بداية النص أو في بداية الجملة، وبالتالي لا بد أن تكون مرفوعة، الشباب، لأن الشكل يحدد لك موقع الكلمة إعرابيا، فهو تمرين في الإعراب. الكلمة الموالية، ولذلك لا بد أن يمتلك هؤلاء الشباب، هؤلاء، فحينما أشكل كلمة فإنني أعربها، أي أنني لا أقوم بالشكل اعتباطا بل من خلال دراسة تركيبية للجملة ودراسة لنوعية الضوابط اللغوية التي تضبط العلاقة بين مختلف عناصرها اللغوية. الكلمة الموالية الجديدة، وجب زيادة الاهتمام والعناية بتربية الأجيال الجديدة، الأجيال الجديدة وصفناها، إذن فهي نعت، وبالتالي أعلم أن النعت يتبع منعوته في إعرابه، ما دام المنعوت مجرورا سيكون النعت أيضا مجرورا لأنه من التوابع. الكلمة الأخيرة في الشكل التي تنشد، ماذا تنشد؟ تنشد التقدم، تنشد التقدم، فهو مفعول به، والمفعول به يكون دائما منصوبا. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى السؤال الثاني. استخرجي من النص أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأكمل ملء الخانات الجدول. أنا مطالب بالعودة إلى النص، فكلما صادفت اسم إشارة أو اسم موصول أنا مطالب بتحديده وتحديد خصائصه وصفاته حسب الجدول المقدم لدي. الشباب في أي دولة هم الذين، لدي الذين، فهو اسم ماذا؟ موصول. دلالته كما رأيت في الأسبوع الماضي دال على الجمع المذكر، ورأيت أن الاسم الموصول تتبعه جملة صلة، فهذه الجملة هي جملة الصلة، يشكلون أمل الأمة. ورأيتم أن جملة الصلة تتضمن ضميرا يعود على الاسم الموصول، ما يشكلون كم من عنصر؟ فهم جماعة من الذكور، والعنصر اللغوي الذي يشير إلى هذه الجماعة هو هذا الواو، فهو الضمير العائد على الاسم الموصول، فالضمير العائد هو واو الجماعة، واو الجماعة. أتابع القراءة وأستخرج بقية الظواهر اللغوية، ولذلك لا بد، لاحظوا ذلك، فهو اسم إشارة، ذلك دلالته للبعيد، فيتضمن لاما للبعد، هذه اللام لام للبعد، ولا بد أن يمتلك هؤلاء الشباب، هؤلاء فهو اسم إشارة، هؤلاء الشباب دلالته الجمع المذكر هنا. نعم، قوة التحمل والمهارة اللتين، لاحظوا اللتين، فهو اسم موصول دلالته المثنى المؤنث،
الاسم الموصول كما راينا يليه جمله صله تمكنانه تمكنانه من القيام بواجباته. اللتين مثنى، ما هو العنصر اللغوي الذي يشير الى المثنى في هذا الفعل؟ لا شك انكم لاحظتم انه الف الاثنين، وهو الضمير العائد. الضمير العائد. تمكنانه من القيام بواجباته دون الشعور بملل او تعب زائد، بل من الواجب ان يتبقى لديه قدر احتياطي من هذه اسم إشارة، دلالته للمفرد المؤنث. وأتابع تطبيقي لمواجهة ما قد يستجد من طوارئ، لذلك سبق أن استخرجناها، لا داعي لتكرارها. وجب زيادة الاهتمام والعناية بتربية الأجيال الجديدة من الشباب صحيا وبدنيا وروحيا، خصوصا في الدول التي لدينا هنا ماذا؟ اسم موصول خاص بالمفرد المؤنث. جملة الصلة هي هاته تنشد التقدم، تنشد التقدم. ولا شك أنك اكتشفت أن الضمير هنا مستتر، هي هو الضمير العائد، ضمير مستتر هو الضمير العائد على الاسم الموصول. نعم، إنجاز جيد. ننتقل الآن إلى التمرين الموالي. تمرين التحويل هو من التمارين المهمة التي تمكننا من التطبيق على ما درسناه من قواعد. أحول الجملة التالية إلى المثنى المذكر والجمع المؤنث، طبيعة الحال مع ضبطها بالشكل أو ضبطهما بالشكل التام. أقرأ الجملة ملياً. الشباب هم الذين يشكلون أمل المجتمع الذي يعيشون فيه. فأحولها إلى المثنى المذكر، فأبدأ ببداية الجملة. مثنى الشباب، أقول الشابان هما اللذان يشكلان أمل المجتمع الذي يعيشان فيه. ولا أنسى الشكل، الشابان هما اللذان يشكلان أمل المجتمع الذي يعيشان فيه. ثم أنتقل إلى الجمع المؤنث، فأحول كلمة الشباب إلى جماعة من الإناث، فأقول الشابات هن اللواتي. يمكنني أن أقول اللواتي أو اللائي حسب اختياري، يشكلن أمل المجتمع الذي يعيشنا فيه. ثم أضبط الكلمة الجملة بالشكل التام، هن اللواتي يشكلن أمل المجتمع الذي يعيشنا فيه. لا شك أنك لاحظت تلميذي العزيز، تلميذتي العزيزة، أننا بحاجة إلى كل ما اكتسبناه من قواعد في اللغة العربية، وتمرين التحويل يمكنني من إبراز هذه المهارة. هناك الصرف، وهناك التحويل، وهناك اسم الإشارة، وهناك أسماء الموصولة. فتمرين التحويل من التمارين الهامة جدا. ننتقل إلى تمرين الإعراب. أعرب ما تحته خط فقط. لا بد من الإشارة أنه حينما يطلب منا إعراب كلمة داخل تركيب معين، فنحن لا نتعامل مع هذه الكلمة مفردة، بل نتعامل معها داخل سياق تركيبي لغوي كامل، وأنا مطالب بمعرفة موقعها داخل ذلك التركيب. سبق لك أن عرفت أن هؤلاء من أسماء الإشارة،
ورأيت أن اسم الإشارة حينما يأتي جمعا يكون مبنيا، يكون مبنيا. تمرين الإعراب: ألف هؤلاء، الهاء للتنبيه طبيعة الحال لا محل لها من الإعراب، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل، لاحظ أنها جاءت في بداية الجملة، في محل رفع مبتدأ. ثم ننتقل إلى كلمة الثانية: فرح التلميذان اللذان نجحا. اللذان، من هم اللذان؟ هما التلميذان اللذان نجحا، فهما يعبران عن نفس الشخص. إذن بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ولاحظ أنه اسم موصول. ورأيتم أن اسم الموصول إذا جاء مثنى يعرب إعراب المثنى. السؤال الأخير أعزائي التلاميذ، سؤال في الإنتاج. المطلوب منا أن نصوغ جملة تتضمن اسم إشارة معرب مع الشكل، اسم إشارة معرب. نقترح مثلا: التقيت بهذين الأديبين في معرض الكتب. نعم، بهذين الأديبين في معرض الكتب. فتلاحظ أن اسم الإشارة هنا جاء مثنى، وبما أنه جاء مثنى فهو معرب، اسم مجرور، وعلامة جره الياء. علامة جره الياء، لماذا؟ لأنه مثنى. إذن كانت هذه حصة تطبيقية، المرجو أن تحدو حدوها في الحصص اللاحقة. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في حصص قادمة.